السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم إخواني الكرام؟ إن شاء الله تكونوا بخير وسلامة. حاب أخبركم إنه الفيديوهات القادمة مهمة جدا بالنسبة للمبتدئين، وحابب إنه الجميع أو جميع المبتدئين يتابعوا هاي الفيديوهات حتى يحصلوا على الفائدة منها. وكمان بحب أخبركم اللي بحب يشترك معنا ويحمل الفيديو كامل، لأنه أنا رح يكون هنا في شروحات ما رح أحملها بشكل طويل في هاي القناة الرئيسية، رح يكون التحميل الطويل في القناة الثانية اللي هي اسمها مشغل جلال فيديوهات كاملة، رح تلاقوا الرابط أسفل الفيديو. واللي بحب يتابعنا على الفيسبوك على صفحة مشغل جلال حسن أبو عبد الرحمن، وعلى جروب مشغل جلال الكهربائي على أساس يكون التواصل بيننا أسهل وأسرع. وما بدي أطول عليكم أكثر من هيك، وإن شاء الله ننتقل إلى الفيديو التالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم إخواني الكرام؟ إن شاء الله إنكم تكونوا بخير وسلامة. إخواني، بحب أنا دائما أركز على المواضيع اللي هي فيها مهارات فنية في لف المحركات، على أساس إنه إحنا نكون فاهمين شو بنشتغل، ودائما نشتغل الشغل الأريح إلنا والأحسن، وكمان نشتغل بالأسلاك الموجودة عندنا وهيك أمور، يعني فنخلي الشغل مريح أكثر إلنا ما يكون إنه متعب. وطبعا هذا الكلام اللي بحكيه أنا الشركات نفسها بتعمله، يعني الشركات نفسها بتعمله. يعني أحيانا مرات بيجينا محركات مثلا يعني قدرة متوسطة، مثلا بتلاقي الشركات لفينها بسلكين أو لفينه بثلاث أسلاك، يعني أسلاك رفيعة نسبيا، خلينا نحكي سلك 7 دزيم، ثلاث أسلاك 7 دزيم مثلا، أو سلك 7 دزيم سلك 8، سلك 6.5 وسلك 7 مثلا، يعني أمور زي هيك، أو 3 أسلاك 5 دزيم، يعني بنلاقيهم لفينه بسلكين أو بثلاث أسلاك تعويضا عن سلك 1 سميك. يعني مثلا محرك بيحتاج نلفه سلك خلونا نحكي 11 أو 11.5، بتلاقي الشركة لفيته بسلكين 8، يعني بدل ما يلفوه بسلك 11 بيلفوه بسلكين 8 على أساس إنه نفس مساحة المقطع تقريبا، وبيشتغلوا بسلك أريح وأطرى وأنعم في الشغل، لذلك بلجأوا للتغيير في التوصيل أو إنهم بلجأوا للتوازي الداخلي أو التوازي الخارجي على أساس إنهم يقللوا من الأسلاك، على أساس إنه الشغل يكون أسهل وأريح. طبعا هاي هي من المهارات الفنية العالية، أنا بعتبرها المهارات الفنية العالية في هاي المهنة الجميلة والرائعة. والأصل فينا إحنا كفنيين وبنشتغل في هاي المهنة طوال عمرنا، فإنه نتطور ونفهم هاي الطرق ونتعلمها ونصير إحنا كمان نشتغل فيها، على أساس إنه إحنا نشتغل شغل أريح والنتيجة واحدة، يعني كان اللف الأصلي ولا إحنا التعديل اللي عملناه النتيجة واحدة، والمحرك راح يشتغل بكامل قوته ونفس الأمبير، ما في أمبير زيادة، ونفس العزم ونفس القوة وما في أي مشاكل. فليش إحنا ما نتعلم هاي المهارات اللي أنا بحب دائما أركز عليها، وراح أعمل فيديوهات كثيرة إن شاء الله عن هذا الموضوع حتى إنه الفكرة تترسخ عندكم على هاي المهارات الفنية. طيب الآن مثلا إحدى هذه المهارات الفنية تحويل اللف من توالي إلى توازي. دائما بركز إنه لازم إحنا نتعلم شو يعني توالي وشو يعني توازي. طبعا المحركات الصغيرة دائما دائما، يعني خلونا نحكي إلا ما ندر جدا، يعني خلونا نحكي 99% من المحركات الصغيرة ذات القدرات الصغيرة توصيلها توالي، توصيلها توالي. أما المحركات المتوسطة فهي تقريبا يعني من 70 إلى 75% توصيلها توالي والباقي توازي. أما المحركات الكبيرة فبتلاقي كلها توصيلها نصف توازي أو توازي كامل أو الدبل توازي، على حسب عدد الأقطاب وحسب السرعة.
طيب احنا خلونا نبدا يعني بالتسلسل ان شاء الله بالفيديوهات. طبعا انا ما راح اعمل سلسله مباشره ورا بعض يعني في هذا الموضوع، لكن راح اجمعهم في قائمه تشغيل بلاي ليست واحده ان شاء الله، فعشان اللي بيحب يرجع لهذا الموضوع يلاقيه موجود كله في مكان واحد. طيب احنا بدنا نتكلم اليوم عن تقريبا يعني القدرات الصغيره او الترمبات اللي معروفه بتيجي كثير عندنا وبنشوفها كثير، اللي هي نص حصان، ثلاث ارباع حصان، حصان مثلا. يعني هذا المحرك اللي عندي تقريبا حصان، هو صيني تقريبا حصان، يعني فكيت انا اسلاكه، طبعا طالع منه اربع اسلاك، طبعا ملفوف لقيته للتشغيل. طبعا هو في البداية قطبين زي ما انتم عارفين، قطبين سريع، الترمبات كلها قطبين تقريبا سريع، 24 مجرى، خطوته 6 8 10 12 والتقويم خطوته 10 12. التشغيل وجدته ملفوف بسلكين، يعني مجوز ملفوف، مجوز لو تلاحظوا ملفوف هيو سلكين، والتقويم طبعا ملفوف بسلك واحد. طبعا احنا زي ما حكينا دائما بالفيديوهات بنلاحظ السلك اللي خارج للكهرباء برا، بنشوف احنا شو عليه معكرونة او طالع من اي مجموعة، فبنلاقي هنا طالع من مجموعة واحدة، من مجموعة التشغيل واحدة، السلكين المجوز يعني اثنين طالعات من مجموعة واحدة. شو بنفهم هيك؟ بنفهم انه التوصيل توالي، التوصيل توالي، وبما انه سلكين طالعات من نفس المجموعة اذا اللف مجوز، يعني اللف ماشي ببكرتين. طيب الآن أنا بدي أنا أستعمل المهارة الفنية اللي هي التوصيل التوازي في هذا المحرك. فالآن هذا المحرك أنا بعده وبقيس سلكه، مثلا أنا لقيت عدده 50 لفة، 50 لفة لقيته مثلا ملفوف بسلكين 5 دزيم، بسلكين 5 دزيم، ساعتها أنا بلفه بسلك واحد مفرد 5 دزيم وبضاعف العدد، بعمله بدل 50 لفة بعمله 100 لفة وبوصله توازي اللي هو نهاية في بداية مع بعض على سلك لبرا. يعني بدال هذول السلكين المجوزات طالعات من سلك من مجموعة واحدة، بطلعهم من مجموعتين، كل سلك من مجموعة نهاية وبداية مع بعض بطلعهم وبلحمهم على سلك الخارج للكهرباء. طبعا والتقويم زي ما هو ملفوف بسلك واحد، بلفه بسلك واحد وتوصيله توالي، لأنه زي ما حكينا كمان هذا السلك طالع من مجموعة واحدة إذا توالي، فبلفه توالي زي ما هو. إذا أنا بقدر أحول هذا بما أنه توالي، يعني الأصل إذا بدنا نستخدم التوازي لازم يكون بالأصل هو المحرك توالي، فإذا كان المحرك توصيله توالي بالأصل بقدر أنا أحوله لتوازي، بضاعف العدد وبحط نصف مساحة السلك، بحط نصف مساحة السلك. ركزوا معاي إخواني، مش نصف القطر، يعني مش سلك 7 بحطه سلك 3.5، لا، بحط نصف مساحة السلك، بحسب مساحة السلك قديش الكلية للسلكين وبشوف نص المساحة تبعتهم قديش وبشوف السلك اللي بيساوي هاي مساحة المقطع وبشتغل فيه. تمام، خلوني بس أنا أورجيكم كيف برسمها، توصيلة بالرسم أحسن وأفضل، خليكم معي. طبعا أنا فكيت المحرك، فكيت الأسلاك وقستهم طبعا، لكن أنا يعني بدي أعطيكم النصيحة اللي بحكي لكم عنها دائما، إنه نقيس الأسلاك بعد ما نحرق السلك، يعني ما نقيس السلك بالعازل، ما نقيس السلك بالعازل، لا نحرقه تيصير أحمر وبعدين ننظفه ما يذوب طبعا، بعدين ننظفه هيك بإيدنا إشي بسيط يعني، وبعدين نقيسه على أساس إنه القياس المكتوب على البكرة هو بدون عازل، فإحنا لازم نقيس بدون عازل على أساس يطلع معنا القياس صحيح. طبعا أنا لقيت القياس، طبعا فكيت المحرك، أنا هذا هو المحرك فكيته عديته ونظفته وبدي أعمل له ورق هيني. طبعا أنا عديته التقويم 90 لفة سلك 6، 90 لفة سلك 6، والتشغيل 86 على 2 يعني 40 43 جوز،
43 جوز بسلك 6 مجوز، سلك 6 مجوز يعني التشغيل بسلك 6 مجوز والتقويم بسلك 6 مفرد. الآن 46 جوز عندي أنا، العدد 46 لفة، بضاعف العدد بعمله 86 لفة بسلك 1 مفرد 6، بوصله توازي نهاية في بداية لهذه المحركات اللي هي قطبين المحركات السريعة. طيب خلوني بس أجيب الدفتر وأرجع لكم. طيب الآن نيجي للتوصيل بالرسم. طبعا أنا رسمت هيك 24 مجرى، بدنا نشوف وين بدنا نسقط ملفات التشغيل وين بدنا نسقط ملفات التقويم، وكيف التوصيل راح يكون إلها، وتوصيل التوازي للتشغيل وتوصيل التوالي للتقويم. طبعا احنا عندنا تشغيل 4 ملفات، خطوة 1 إلى 6، 1 إلى 8، 1 إلى 10، 1 إلى 12. فإحنا بنبدأ بنرسم الملف الصغير، البداية بتدخل من هون، نقول 1 2 3 4 5 6، البداية بتدخل من هون وبتيجي للمجرى السادس، وبترجع من المجرى السادس إلى المجرى الثالث، ومن المجرى الثالث بتيجي على المجرى السابع، ومن المجرى السابع بتيجي على المجرى الثاني، وبتيجي على المجرى الثامن، وبترجع على المجرى الأول، وبترجع على المجرى 12، وبتطلع منه النهاية. خلونا نطولهم شوية. إذا هاي بداية وهاي نهاية. والآن الملفات عندي 4 ملفات، الأولى البداية بتيجي في الملف الصغير 1 2 3 4 5 6، من 1 إلى 6، والثانية من 1 إلى 8، 1 2 3 4 5 6 7 8، والثالث 10، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، والرابع 12، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. هذا بالنسبة للمجموعة الأولى، هي هيك سقطنا المجموعة الأولى. وبنيجي كمان مرة، بنيجي للرابع من هون من هاي الجهة، وبنطلع منها البداية، ونقول 1 2 3 4 5 6، وبنرسم الملف الأول، وبنرجع بالملف الثاني بهذا الشكل، نفس المجموعة الأولى، وبتطلع النهاية من هون. طبعا الآن عندنا البدايات من الملف الصغير زي ما حكينا، والنهايات من الملف الكبير. الآن التوصيل التوازي عندنا احنا نهاية في بداية، هاي نهاية، هاي نهاية، وهاي بداية. إذا التوصيل راح يكون كالتالي، بنوصل النهاية مع البداية على سلك وبنخرجهم لبرا، وهذول كمان نهاية وبداية على سلك وبنخرجهم لبرا. طبعا هذول في المحرك بيجوا جنب بعض، وهذول في المحرك بيجوا جنب بعض، نفس الشيء. هذا هيك توصيل توازي 2 قطب بهذا الشكل. الآن نيجي لملفات التقويم. ملفات التقويم بتيجي متعامدة مع ملفات التشغيل، ما بتيجي فوقها، ما بصير، بتيجي متعامدة معها. شو بضل عندنا في الفراغ هنا؟ عندنا 4 فاضي وهون 4 فاضي، فعندنا خطوة التقويم 1 10 12. الآن نبدأ بنرسمها، هاي بداية للتقويم الأول، وبنقول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. إذا بدها تيجي، بيجي الملف في المجرى هذا رقم 10، أو الخطوة هي 10، وبرجع بهذا الشكل،
إلى المجرى اللي قبله وبعدين إلى المجرى رقم 12 وبتطلع منه النهاية. إذن هاي البداية وهاي النهاية، الخطوة 1-10 1-12. طبعا في ناس بسميها من 1 إلى 10 أو من 1 إلى 12 ومن 2 إلى 10 زي ما بدك أنت بتسميها، أنا بسميها من 1 إلى 10 ومن 1 إلى 12، أنت بتسميها زي ما بدك، هيها واضحة معك بالرسم. طبعا والمجموعة الثانية بتيجي متجاورة، فتيجي هيك بهذا الشكل، هاي المجموعة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 طبعا هيك، وبتلف هاي معاها اللي هو الملف الثاني بيجي هون بهذا الشكل. طبعا البداية هون والنهاية هون، البداية من الملف الصغير والنهاية من الملف الكبير. طبعا البدايات بيطلعوا لبرا ولأنه متجاور، قطبين متجاور، النهايات بنوصلهم ببعض وصلة داخلية جوا. هاي هي توصيلة المحرك، توازي 2 قطب للتشغيل وتوالي للتقويم. التقويم عندنا توالي، نهاية في نهاية، نهاية في نهاية، هاي الملف الكبير اللي هو في النهاية مع النهاية من الملف الكبير. أما التشغيل فهو توازي نهاية مع بداية على سلك لبرا ونهاية مع بداية على سلك لبرا، هاي نهاية الملف الكبير مع بداية الملف اللي جنبه، نهاية مع بداية على سلك لبرا، وهاي نهاية مع بداية على سلك لبرا. وهيك بصير عندنا خارج 4 أسلاك بنوصل احنا سلكين مع بعض مشترك، والسلكين الاخرين بضل عندنا تشغيل وتقويم، بتوصلوا على المكثف، والتشغيل باخذ خط الكهرباء الثاني. وهاي هي الرسمة، ونفس القوة ونفس القدرة ونفس الامبير وما في اي فرق، لكن انت اشتغلت اشي اريح لك واحسن لك وريحك بالشغل. وان شاء الله نكون الرسم واضح والشرح واضح وانكم فهمتوا الموضوع بشكل جيد، بتمنى ذلك. وهاي هي، وان شاء الله انكم تستفيدوا. ولا تنسوا زي ما بوصيكم وبوصي نفسي دائما، صلواتكم الخمسة والاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والاكثار من الاستغفار والاكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.